شجره نفس الطعم والثمره واحد وطن من واحد وتهوك عن البصره يا وطني يا وطني مين وام الحضاره تعشق الكوت وسماره الوطن تبقى مناره يا وطني يا وطني يا وطني. حياكم الله اعزائي المشاهدين متابعينا متابعي قناه همسات الاعلاميه. تغطيتنا اليوم هي لحضور وليمة الذي أعدها ممثل كلية الإدارة والاقتصاد هان الحدراوي لطلبة الأقسام. اليوم حاليا نحن منطقة أبو حداري. الهدف من هذه الوليمة هو تزامنا مع وفاة الإمام علي عليه السلام ولجمع الألفة والمحبة بين المحافظات جميعا. حياكم الله اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تغطيتنا اليوم لهذا الوليمه اللي اعدها الطالب هان الحدراوي ممثل كليه الاداره والاقتصاد. راح نلتقي ويا طلبه ونشوف شنو ارائهم بهاي المبادره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اعرف حضرتك؟ عمار محمد عارف. حياك الله، اهلا وسهلا بكم. شنو رايك بالمبادره اللي اقامها هان الحدراوي اليوم جمع طلاب الاقسام وعدد هاي الوليمه؟ والله مبادره كلش حلوه، ولان طلاب الاقسام وكممثل يعني كممثل من الشغلات الزينه هاي حتى قوي العلاقه بينه وبين الطلاب ويعرف المشاكل ويقدر ينقلها ويحل المشاكل اللي طلاب تعرف تكثرها اقسام ومحافظات وما حد الا هنا بهاي المحافظه فيقدر ان شاء الله يساعدنا وتقوى العلاقه تقدر تزادهم مثل ما تقدر تعتبرها هاي المبادره هي الالفه وجمع الناس والمحبه بيناتهم من هاي جمع المحافظات. المحبه لو ما موجوده ما يسويها هاي بيناتنا، طبعا المحبه واحنا اخوه وكليه واحده تعرف بعد كلية وسنة كاملة وأربع سنين ببرانة. أنت حضرتك نيا محافظة؟ أنا رميتها. حياك الله. حيا الله. حياك الله. بغداد يعني كنا مجموع كلهن بهش كثر ترافة النار بيها جنة. يملك شبر بتراوي انتم قد بيت مبادرة جميلة وعشت ايدي وبنت علاقة طيبة بين المحافظات. يعني تشوف هاي تجمع الألفة والمحبة بين الطلاب. أكيد مبني على أساس الطيب هذا وكرم، ما عدا كرم ما سوى هاي الوليمة. أنت من يا محافظة؟ من دواني حبيبي. حياك الله. إن شاء الله بيوم من الأيام تصيفونا احنا وهناك. خدام خدام احنا معازبكم بعد قلبي ذهب أنت. خذ وطننا يصفى يصفى يعرفنا يوم الكلفة يعرفنا واحد واحد لا ما يتيه العرفة. وطننا يصفى يصفى يعرفنا يوم الكلفة يعرفنا واحد واحد لا ما يتيه العرفة. حياكم الله اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه ونلتقي ايضا بعض الطلبه. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف حضرتك؟ مصطفى محمد علي من الناصريه كليه الاداره والاقتصاد قسم الاقتصاد. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. مصطفى شنو رايك بالمبادره اللي اقامها اليوم هاني الحدراوي؟ والله اتقدم بشكر جزيل للاخ هاني الحدراوي على هذه المبادره الجميله، سالين الله ان يحفظه ويحفظ جميع الشباب القائمين على هذه الوليمه. برأيك هاي المبادرة اللي أقامها هان الحدراوي هي تجمع الطلبة من جميع المحافظات، هي يعني تحثنا إلى أن نكون عراق واحد؟ شيء أكيد، شيء أكيد، هاي لم الشمل إن شاء الله، وإن شاء الله كنا العراق، كنا إخوان إن شاء الله. زين خلينا نطلع من موضوع الوليمة، باعتبارك طالب جامعة احكي لنا نكتة أو موقف صار لك بالجامعة. والله هي ماكو إن شاء الله ماكو فد نكات، بس موقف إنه بعض الشباب مع كل الأسف يعني تشوفها الحالة قدامك. يعني والله ما صار وياي الموقف صراحة يعني. فدوة فدوة صغيرة وأميرة وحلوة الأنبار والسماوة أصل الكرم والقهوة. أربي الفدوة فدوة صغيرة وأميرة وحلوة الأنبار والسماوة أصل الكرم والقهوة. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، مستمرين بتغطيتنا اليوم، اجواء رائعه، الطلاب من جميع المحافظات مجتمعين، ناصريه، بصره، عماره، من كل محافظات.
ونلتقي ويا طلال الموجودين يعني. السلام عليكم. عليكم السلام حبيبي الغالي. انت عرف حضرتك؟ سجاد طالب من الناصريه كليه التربيه الاساسيه. حياكم الله. طبعا ها الكليه لازم يعني ما مقتصر على كليه اقتصاد دار اقتصاد فقط، وانما جميع الكليات يعني اغلب الكليات متواجده اليوم ويانا. شنو رايك بالمبادره اللي اقامها الحلراوي اليوم؟ والله حبيبي مبادره حلوه ان شاء الله، والام شمل بيها وان شاء الله كلهم اخوان، ونشكل الحب والتوفيق له وما قصر. حياكم الله. زين باعتبارك طالب جامعه احكي لنا نكته، موقف صار لك بالجامعه. نكته شحتي لك والله الحقيقه ما حافظ. اي شيء اي الجبل يعشق صبها تبوس العمار على خدها دم السلام عليكم. عليكم السلام. حياك عرب حضرتك. خليفة كريم من محافظة الناصرية كلية التربية الأساسية. حياكم الله. إنسان بك. شنو رأيك بالمبادرة اليوم اللي أقامها الحدراوي ممثل الإدارة والإقتصاد؟ نشكر الأخان الحدراوي على هذه الوليمة الجميلة اللي جمعتنا مع باقي الكليات مع أخواننا. حياكم الله. باعتبارك طالب جامعة تحكي لنا نكتة أو موقف صار لك بالجامعة. هذا ولا صديقنا مرحلة أولى كان شاف وحدة مرحلة رابعة قاعدة بالنادي، راح لها فقالها انا احبك وما اعرف ايش، شارت القصره مالت العصير وطتها، قال شنو؟ قالت هاي بول على قدك صغيرون. بغداد يعني كنا مجموع كلهن بهش كثر ترافه النار بيها جنه. لا ما يضل رهابي يملك شبر بترابي، الدفقه بيد ترمي طلقه وحرف سيابي. يبقى عالي يبقى عالي وما اشوفه مدنق وبعيونه خوفه يرجع. مستمر ياكم اعزائي المشاهدين، الان وصلنا نلتقي مع صاحب المبادره اللي جمع اليوم جميع المحافظات، جمع جميع الاقسام، اثبت لهم انه احنا عراق واحد، انه احنا ما تفرقنا اي شيء. راح نلتقي ويا هان الحضراوي. وانا بدايه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا بدايه اقول لك شكرا لك لهذه المبادره، لان جمعتنا وخلتنا نلتقي جميع محافظات العراق. في بادئ الامر بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه، لأنه هذا جزء من نعمه، وفقني كي أقوم بجمع بعض الطلبة من كلية الإدارة والاقتصاد، ولو سمح لي الوقت بأن ألتقي ذات يوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لأقوم بتغيير كلية الإدارة والاقتصاد وأضع لها اسما بديلا وأسميها العراق المصغر، لأنها تجمع بجميع المحافظات من عراق الحب والسلام، من بصرة السياب، من كوت المحبة، من ديوانية العطاء، من نجف العلم والعلماء، من ناصرية الكرم، من كربلاء الشموخ، من إديالة المحبة والعطاء. فضلا وكل الاحترام لجميع المحافظات، إذا خانتني الذاكرة ولم أذكر طلبة أحد المحافظات، هذه نعمة فضيلة من الله سبحانه وتعالى بأن نلتقي مع هذه الثلة الطيبة والوجوه النيرة التي تنورت بالعلم وتشرفت أولا بقبولها في محافظة النجف الأشرف لإكمال دراستها في جامعة الكوفة، وتعتبر جامعة الكوفة من الجامعات العراقية الرصينة، فضلا على أنها تحتل المراكز الأولى في التصنيف في العالم في الجامعات العراقية. في بادئ الأمر البارحة كانت مجهيلي دعوة طلاب الأقسام الداخلية المجمع السادس، الأخ أبو خيال، من شفتهم الصراحة يعني المعاناة اللي عايشينها مقصرين، إحنا وياهم الصراحة مقصرين، هم قاطعين مسافات عايفين أهلهم في سبيل إكمال الدراسة، إحنا هنا عايشين بنص أهلنا عايشين بالنعيم، ولو جزء أنا بالنسبة لي التزامات عندي واي، بس فرغت نفسي وحاولت ألبي الدعوة حتى أشوف المعاناة وقدر المعاناة اللي عايشينها بالأقسام الداخلية. الصراحة في واقع يرثى له، ونتمنى احنا من المسؤولين إن بقى 10 أيام، 10 أيام مباركة ينتبهون هاي المجموعة من الطلاب، ما بيها شيء لو واحد يخسر من جيبه ويسوي لهم فد فطور ويقدم لهم، هم مو بعازة شيء، هم مو بعازة شيء، والله سبحانه وتعالى مفضل عليهم، بس حتى نوصل لهم رسالة على إنه
أبناء النجف أصحاب مبدأ يتضامنون ويا طلابنا، فضلا على أننا هسه طلابنا وزملائنا ببقية المحافظات ذيك المحافظات تتضامن وياهم. إحنا بمحافظة النجف أكو بعض الجهود يتعاونون وياهم بس مو بالشكل المطلوب. نتمنى من الله من أصحاب الجهات المعنية يعيدون النظر بمسألة الطلاب الأقسام الداخلية والمعاناة اللي عايشينها، وخصوصا إحنا بشهر رمضان وبالأيام المباركة. رسالة نتحلى من أخلاق جزء من أخلاق الإمام علي عليه السلام ونتضامن مع زملائنا وإخواننا. وأنا بالنسبة لي إذا تحتاجون شيء بعيدا عن تصوير، خاف تقولون كرياء ويريد أمام الإعلام، أي شيء تحتاجونه رقم تليفون موجود وبيتنا تندلونه، وهاي مزرعتي وبساتيننا وبخدمتكم. وأنا ممثل طلبة كلية دار اقتصاد، بغض النظر بصورة أخرى عدي من أأثر عليه ونقدر نقدم لكم اللي تحتاجونه، وإن شاء الله ما نخليكم بحالة أو بتقصير أي شيء وما تحسون بأي نقص. واللي تردونه أكرر اللي تردونه بس قلوا له إن شاء الله نوفر لكم إياه. شكرا لك أستاذ هاني. أعزائي المشاهدين، بالقدرات البسيطة استطاع أن يجمع جميع محافظات العراق، إن لم يكن يعني بعض المحافظات لم يستطع أن يصل إليها، ولكن جمع أغلب طلبة المحافظات حتى يثبت أن العراق هو عراق واحد. في الختام شكرا لكم، شكرا لك يا هاني الحدراوي، شكرا لكم جميعا إخوة الطلبة. من هذه الشاشة نتمنى من جميع من يسمعون صوتنا أن يقومون بهكذا مبادرات تخدم الطلبة، تقدم لهم الدعم المعنوي حتى يعلموا أننا عراق واحد وشعب واحد. في الختام تقبلوا تحياتي، أنا مقدم محمد الفتلاوي، شكرا لكم، إلى اللقاء. يعني كنا مجموع كلهن بهش كثر ترافة النار بيها دمنا. لا ما يضل رهابي يملك شبر بترابي، الدفقة بيد ترمي طلقة وحرف سيابي.